موعدنا الآن مع أخبار الاقتصاد ومحمد عبد الله. أهلا بك محمد. شكرا سحر وشكرا نهى. تتابعونا معي أهم الأخبار الاقتصادية محليا وعالميا. أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لثلاثة أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد المركز على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها. وناشد المركز العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية. عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولية سادس للبترول إيجيبس 2023، عقدت اجتماعها الثاني برئاسة وزير البترول طارق الملا. واستعرض الاجتماع استعدادات تنظيم هذا الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 15 من فبراير 2023 بالقاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد الملا أن المؤتمر سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية حول المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال كوب 27 قمة المناخ بشرم الشيخ. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها و52 قرشا للشراء و24 جنيها و59 قرشا للبيع، وسجل اليورو 25 جنيها و41 قرشا للشراء و25 جنيها و50 قرشا للبيع، والجنيه الاسترليني وصل إلى 29 جنيها و42 قرشا للشراء و29 جنيها و51 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، سجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات و67 قرشا للشراء و6 جنيهات و69 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6 جنيهات و52 قرشا للشراء و6 جنيهات و54 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، ارتفعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1753 دولارا للأوقية محليا. سجل عيار 18 نحو 1251 جنيها، في حين سجل عيار 21 نحو 1460 جنيها، وسجل عيار 24 نحو 1668 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 11680 جنيها. ذكر البنك المركزي اللبناني أنه مدد تعميما يسمح للبنوك بشراء مبلغ غير محدود من الدولارات من منصته للصرافة حتى نهاية العام. ومدد البنك التعميم بشكل متكرر منذ أن دخل حيز التنفيذ لأول مرة قبل نحو عام. هذا وأفقدت الأزمة المالية في لبنان الليرة أكثر من 95% من قيمتها. سجل التضخم الألماني تباطؤا غير متوقع في نوفمبر بعد أشهر من الارتفاع في وقت بدأت فيها أسعار الطاقة في الانخفاض، وتراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 10% هذا الشهر بعدما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.4% في أكتوبر. كانت الحكومة الألمانية كشفت عن صندوق طاقة بقيمة 200 مليار يورو لحماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار، وسرعت لتنويع الإمدادات بعدما قطعت روسيا إمداداتها للغاز. أخبار الاقتصاد، أعود من جديد إلى سحر ونهى. شكرا جزيلا لك محمد.